مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهنا كما أسلفت توقف الآية إن الله كان توابا رحيما، ونبدأ إن شاء الله تعالى حصة غد من قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فعندنا هنا قول الله تعالى: تلك حدود الله لا خلاف ثمة بين السبعة، وإنما الخلاف يبدأ من قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله. فالنون هنا الساكنة قبل الياء تقرأ بترك الغنة لخلف، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. ومن يطع الله، ومن يطع الله غير خلف قرأ ومن يطع الله ورسوله. نعم، ومن يطع الله ورسوله ندخله. مما هو معلوم أن ندخله فيها قراءة الياء وقراءة النون، والشاطبي نص على ذلك في فرش الحروف من هذه السورة بقوله: وندخله نون مع الطلاق وفوق مع نكفر نعذب معه بالفتح إذ كلا. فالشامي رحمه الله تعالى، الدمشقي، نعم الشامي، ونافع قرأوا بالنون: ومن يطع الله ورسوله ندخله. غيرهما من السبعة قرأ: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. الكلمة كذلك أيضا: وذلك ومن يعص الله ويتعدى حدوده ندخله أيضا، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. اللام هنا والهمزة هذه الأحكام المعروفة، حركة الهمزة لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المفصل أو لام التعريف، كذلك حركة لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده رواخ له في الأصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. أما حمزة فله الوقف أيضا كورش تجري من تحتها الأنهار، له السكت كذلك تجري من تحتها الأنهار، الباقون لهم التحقيق تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم، وذلك الفوز العظيم. تتكرر النون الساكنة قبل الياء، فنقرأ قلنا بترك الغنة لخلف: ومن يعص الله، وغيره قرأ بالغنة، وكلهم التنوين والنون أدعموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. وقلنا في الدرس الماضي إن خلف، إن خلف رحمه الله تعالى قرأ بترك الغنة في روايته عن حمزة، أما في قراءته فقرأ بغنة النون الساكنة والتنوين قبل الواو والفاء. لذلك الجزري يقول: وغنة ياء والواو فز، هذا في قراءته، وبغين الخاء أتلو لإخفاء سواي رضيكم من خالق لا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله أيضا، ندخله. وهنا قلنا فيما يتعلق بالنون بالنون بمكان الياء، فالشاطبي يقول: وندخله نون، ويدخله نون مع الطلاق هنا في هذه السورة، ومع الطلاق وفوق، ومع نكفر، مع نعذب كلمات أيضا في سورة الفتح إذ كلا،
الألف والهمز رمز لنافع، والكاف رمز للشامي. ندخله هنا. ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ بصلتها إلى الضمير، فقرأ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله. نعم. ولم يصلها مضمن قبل ساكني، ما قبله التحريك الكلي والصلاة، ما قبله التسكين لابن كثير. وفيه مهانا ما حصن أخولا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا خلاف هنا، نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم نبدأ بقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. واللاتي إذا وصل الآية بما بعدها عذاب مهين، واللاتي حمزة من رواية خلف ما ذكرناه، ولغيره أيضا عذاب مهين واللاتي. كذلك يأتينا، أن الإبدال إبدال الهمزة هنا لورش وللسوسي، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز وحذف مسهلا، عفوا، ويبدل للسوسي كل مسكن، وحرك لورش كل ساكن على باب نقل حركة مررنا به أو مررنا بالكلام عليه في قول الله تعالى من تحتها الأنهار. هذا يتعلق بنقل حركة لورش. أما الإبدال فالشاطبي رحمه الله تعالى ذكر حكمي السوسي وورش بقوله ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، وقبل ذلك يقول وإذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه تفتح إذا رضا منها سوى المستثنيات المعروفة. كذلك حمزة يوافقهما أيضا حال الوقف يأتين الفاحشة. كذلك أيضا الفاحشة إذا وقفنا عليها الكساء فاحشة فاحشة الفاحشة، وفي هذه تأنيث الوقوف وقبلها مماء الكساء، وقبلها مماء الكساء الفاحشة له الإمالة. وسبق وأن ذكرنا بينا أحكام الكسائي في إمالة الحرف الواقع قبلها التأنيث حال الوقف، وأجمعه حق هيئة تنزل الوقوف قبلها وما يركس غير عشر ليعدلا، ويجمعه حق ضغاط عصر الخاء. فتلك الأحرف المعروفة التي له الوجهان القراءة بإمالتها قبل هيئة التنيث وترك الإمالة فيها، هنا الفاحشة وأجمعه حق ضغاط عصر الخاء وكروا بعد لا يسكنوا ميلا والكسر يسكنوا أو الكسر بعد لا يسكنوا ميلا أو الإسكان أو الكسر والإسكان ليس بحاجز وكروا بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر. اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هنا المد المتصل، وهو الذي نص الشاطبي رحمه الله تعالى على مده للجميع. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، يعني الواو إذا مد أو الياء إذا مدت أو الألف إذا مد، هذه الحروف يعني حروف المد إذا نشأت عن كسرة، الياء إذا نشأت عن كسرة أو الواو إذا نشأ عن ضمة أو الألف إذا نشأ عن فتحة، وكان مع قبل الهمزة مباشرة ومعها بكلمة واحدة، فالجميع يمد يقرأ بالمد، وذلك هو الصواب. فنقول الجميع قرأ بمد المتصل، وإن كان هناك تفاضل في المد أو تراتب في المد على الأصح لم يذكره المؤلفون القدماء، مثلا كالشاطبي رحمه الله تعالى قال إذا ألف بعد كسرة أو ياء عن ضم لقي الهمزة الطويلة. فيما يتعلق بالثلاثة المتممين بالثلاثة المعروفين الذين قراءاتهم الثلاث أكملت العشر، فابن الشسري
رحمه الله نص في الدرة بتوسط مدهم، حيث قال: ومدهم وسط، يعني أن الثلاثة مدهم دون مد السبعة، سواء من قرأ منهم بمد المفصل أو حال مدهم أيضا للمتصل، كل ذلك يقول إنه دون مد غيرهم. ومدهم مسط ومن فصل قصرا ألا حزن. أما الشاطبي رحمه الله تعالى فلم يذكر في نصه مراتب للمد، وإنما قال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طول. هذا المد الجميع يقول طول، إذا ألف وياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طول، ولم يذكر مراتب المد في المتصل. فإن ينفصل، يعني فصل سبب المد المفصل المعروف، فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا، ذكر أيضا القصر والمد، ولم يذكر أيضا تراتب المد في، ولم يذكر مراتب المد في المفصل. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بخلفهما، فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بخلفهما. الوجهان للدوري قلنا، وعن للدوري يعني بعمرو، ولنا قالوا عن نافع بخلفهما، وما له من بخلفهما أدخلت الوجهين يرويك، ثم ذكر القصر للسوسي ولابن كثير، ولم يذكر قلنا مراتب المد. إذن هنا في قول الله تعالى: من نسائكم، مد متصل للجميع. وإذا وقفنا على هذه الكلمة وننبه إلى أن المكان هنا لا ينبغي الوقف عليه، من نسائكم إلى قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يمكن أن نقف على منكم، وإن كان الوقف التام وجعل الله لهن سبيلا نهاية الآية. لكن إذا وقفنا على هذه الكلمة اضطرارا واختبارا فنقرأ بقصر، فلنا الوجهان المد والقصر، والمد والمقدم، ونكرر هذا كثيرا تبعا لقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصر هو المد ما زال عدل. هذا لحمزة إذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا، وكنا نقرأ بقراءة حمزة فلا بد من تسهيل الهمزة. وفي غير هذا بين من نسائكم، فإذا وقفنا عليها وكنا نقرأ قلنا بقراءة حمزة ترتب من ذلك تسهيل الهمزة، فإذا سهلنا الهمزة جاز لنا القصر والمد. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال عدلا، والمقدم وجه المد. من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ميم أربعة منكم ميم جمع هنا، وتقرأ قلنا بالصلة لابن كثير ولقالون، بالصلة لابن كثير ولقالون، ما غيرهما فقرأ بإسكانها أربعة منكم. ووجه قالون معروف، ونحن نقرأ بقصر بإسكان ميم الجمع لقالون. نعم، ابن بري رحمه الله تعالى يقول: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لمجيء بعدها سكون، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، وكلهم يقف إسكانه في الإشارة لهم قولان، وتركها غار في قياس والإخضاء جل الناس. القول في هذا الضمير الوحيد. ابن بري رحمه الله تعالى اختصر فذكر أن ابن بري اختصر في دوره قراءة نافع من طريق الشاطبية، فذكر فقط وجه القصر، يعني وجه الإسكان لقالون فقط، ولم يذكر له وجه الصلة، والوجهان صحيحان مقروء بهما على السواء، الصلة من جمال قالون والإسكان. وأما الشاطبي فأشمل ما هو معلوم عن الشاطبية أشمل، فذكرت الوجهين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في
هذا الموضع في سورة بكلامي عن سورة الفاتحة. وصل ضم كله ويقول بسملة بين السورتين يعني في سورة الفاتحة ومالك يوم الدين راوه ناصر وعند صراط والصراط القنبلة بحيوة والصاد زي النشم مع الداخل والشمل خلادي الأولى عليهم إليهم حل الشهر حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقانون وصل ضم من الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلاء قالون له الوجهان وعلى السواء قالون بتخيره جلاء ومن قبل همزة قطع الصلاة لبرشه وصل ضم من الجمع قبل محرك دراكا يعني اللي بالكثير قول واحد وقالون بتخيره جلاء ومن قبل همزة قطع صلها لورشه ونستقبل هذا المتصل. تفضلوا تفضلوا المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي معك سيد أحمد من الزبلات. الله يحييك سيد أحمد، مرحبا بك وأهلا. تفضل تفضل تفضل، بارك الله فيك يا سيد. يحييك لأن صعد صوت القارئة رواية ورش عن الناس الله تعالى. الله يحييك، تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية هاوية بتخفيف الياء هاوية 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 وما أدريك ما هي نار حامية. بارك الله فيك يا سيد أحمد، صدق الله العظيم. بارك الله فيك وفتح عليك، بارك الله فيك. إذن ميم الجمع قلنا بالصلة لابن كثير ولقالون بالوجهين الباقون لهم إسكان هنا منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. يا أهلا ومرحبا محمد بوية، تفضل بارك الله فيك يا أستاذ محمد بوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا وأهلا. حياك الله يا شيخ وحيا الله. الله يحييك ويبارك فيك. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. امين، جزاكم الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله ندخله نارا خالدا فيها. محمد بو يظهر ندخله نارا خالدا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها. لا دخول يغنة نارا خالدا فيها. نارا خالدا أظهر نارا خالدا فيها. أحسنت، بارك الله فيك. وله عذاب مهين.
واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم. محمد وين؟ بالتاء بالتاء. واللاتي يأتين الفاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تقرأوا برواية ورش. اقرأ عليهن أربعة منكم. اقرأ بالإبدال. واللاتي يأتين الفاحشة. نعم. واللاتي تقرأ برواية ورش. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أكيد. والله فهدوا فامسكوهن في البيوت. همز قط. فامسكوهن. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. بالضبط. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما. صدق طيب. الله العظيم. بارك الله فيك يا محمد بوي. بارك الله فيك. فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. توابا رحيما. كذلك أيضا فأعرضوا عنهما يمكن أن نقف هنا ثم نبدأ. إن الله كان توابا رحيما. وإذا قرأنا إذا وصلنا فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. إن فورش قرأ بإشباع المفصل. قرأ بالمد المفصل. طيب. إذن البيوت ما هو معلوم أن فيها المد الضم والكسر. الضم والكسر. لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى يقول وضم بيوت. والبيوت يعني بالتعريف والتكير يضم. وكسر بيوت يعني كسر بيوت. والبيوت يضم للمشار لهم بالعين من عن وهو محفص. والحاء وهو البصري من روايته الدوري والسوسي. ولنافع من رواية ورش. وورش هو المشار له بالجيم. من كسر بيوت والبيوت ضم عن حما جلة. العين قلنا رمز لحفص عن عاصم. والحاء رمز لقراءة رمز للبصري من روايته الدوري والسوسي. والجيم من جلة يصلي ورش عن نافع. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجن على الأقبل. اتضحت قراءة الباقين. اتضح أنها بالضم بالكسر البيوت. فصارت القراءة فيها قراءتان. قراءة الضم وقراءة الكسر. قراءة الضم لما ذكرنا آنفا. وقال الباقين من السبعة الكسر. فأمسكوهن في البيوت. نعم يا أستاذ الشيخ المهدي مرحبا بك وأهلا. تفضل بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك ويحفظك. تفضل بارك الله فيك. من قول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. من سورة إلى قول الله تعالى فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. على الشاشة إن كنت تشاهد يا أستاذ الشيخ مهدي.
ايوه طيب بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تقرب لك وذلك الفوز العظيم. من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآلوهن فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بارك الله فيك ما شاء الله. دعواتك الصالحة. الله يصلح حاله وحالك وعافينا وعافيكم. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نتوقف عندها في حصة اليوم لتبدأ حصة غد إن شاء الله من قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إذن حتى فأمسكوهن في البيوت، قلنا البيوت والبيوت، فالبيوت تضم لحفص عن عاصم ولأبي عمرو البصري ولورش، الباقون وهم قالون وابن كثير وغيره السبعة معروفون، نافع وابن كثير والبصري والشامي والكوفيون الثلاثة، نعم نافع وابن كثير والبصري والشامي والكوفيون الثلاثة، عاصم وحمزة والكسائي، ورواتهم أيضا معروفون قالون وورش، وبالنسبة لنافع ولابن كثير البزي وقنبل، وللبصري الدوري والسوسي، وللشامي هشام وابن ذكوان، وللأول من الكوفيين الثلاثة هو عاصم شعبة وحفص، ورواية حفص هذه المقروء بها كذلك المقروء بها عند جمهور العالم الإسلامي اليوم، ولحمزة خلف وخلاد، وللكسائي حفص أبي الحارث وحفص الدوري عن الكسائي. إذن حفص هو بالذكر قد خلى الدوري هذا عن الكسائي، هو الدوري عن أبي عمري. نعم تفضل يا سيد أحمد. سلام. الله يحييك يا سيد أحمد، تفضل بارك الله فيك. ينفع صوت الفاتحة رواية ورش عن نافع. وجيد تفضل، تفضل بقراءة سورة الفاتحة بقراءة نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك يا سيد أحمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن واللذان إذن قلنا في البيوت والبيوت، الأقل هم الذين قرأوا بالضم والأكثر أكثرون قرأوا بالكسر. البيوت حتى يتوفى، البيوت حتى يتوفى بالنسبة ليتوفاهن فيها التقليل لورش، والإمالة الكبرى لحمزة والكسائي، والباقون من السبعة قرأوا بالفتح حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
أو يجعل الله لهن سبيلا. لا خلاف هنا إلا إذا لم نقف على سبيلا ووصلناها بالآية التي بعدها سبيلا واللذان فلحمزة من رواية خلف ما ذكرنا فيما يتعلق بالغنة بترك الغنة. واللذان مما هو معلوم أن هذه الكلمة تقرأ بالتشديد لابن كثير، ونص الشاطبي على ذلك في فرش الحروف من هذه السورة حيث قال ويدخلهم مع الطلاق وهو غمان وكفر وعذب معه في فتح الكلى، وهذان هاتين اللذان اللذين يقول يشدد المكي فذلك دوم حالا. وما يتعلق بهاتين فذلك نترك ذلك لمواضع في موضعه إن شاء الله تعالى ونتكلم عن اللذان. فالشاطبي رحمه الله تعالى يقول وهذان هاتين اللذان الذي يقول يشدد المكي فذلك دوم حالا وضمه هناك. ففي هذه السورة واللذان يأتيانها منكم، ابن كثير قرأ واللذان يأتيانها واللذان، وهذان هاتين اللذان اللذين يقول شددوا المكي، يقول شددوا المكي فقط، فذلك برهانان من ربك. وافقه البصري في قراءة النون بالتشديد فذلك. أما هنا فنقرأ لابن كثير واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان غيره قرأ بالتخفيف واللذان يأتيانها منكم، فيأتيانها فيها ما ذكرنا في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة بالنسبة للإبدال للسوسي ولورش في الحالين وكذلك الإبدال وكذلك إبدال حمزة حال وقف. واللذان يأتيانها واللذان اقرأوا بالتخفيف لأن التشديد فرد به ابن كثير. قرأ واللذان يأتيانها حال وقف أما حال الصلة فحمزة قرأ واللذان يأتيانها منكم كالجمهور، أما بالنسبة لورش وللسوسي فأبدلا في الحالين. منكم فآذوهما من مجمع تكررت فآذوهما الجمهور القراء قرأ بالمد الطبيعي فآذوهما، وأوجه ورش في البدل معروفة التوسط هو الذي نقرأ به والإشباع. وذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بصلة من الجمع وإسكانها ذكرنا أن ابن بري رحمه الله تعالى ذكر وجه الإسكان فقط هو الذي نقرأ به كذلك، وفعل ذلك اختصارا، والشاطبي قلنا إن الشاطبي أشمل. فابن بري ذكر وجه الإسكان فقط القول بالخلاف من جميع مقرب المعنى وصل وشد وكلها سكنها قالوا محل الشاهد وكلها سكنها قالوا ما لم يجي من بعدها سكون. كذلك أيضا ذكر وجه التوسط يعني توسط البدل فقط ولم يذكر الوجهين الباقيين وجه الإشباع ووجه القصر، وهذان الوجهان صحيحان مقروء بهما، وكذلك أيضا على السواء في يتعلق بالصحة مع وجه التوسل. ويقول وبعدها يعني المد يبقى بعد الهمزة وبعدها ثبتت أو تغيرت فقصر، وعن ورش التوسط ثبت فقط ولم يذكر الوجهين وجه المد يعني الإشباع ووجه القصر مع أن الوجهين صحيحين مقروء بهما. إذن مع أن الوجهين صحيحان مقروء بهما الأصح الوجهين مع أن الوجهين صحيحان إذن نقول فنقرأ هنا قوله تعالى فآذوهما التوسط وهو ما زاد على حركتين فآذوهما القصر معروف مقداره حركتان فآذوهما أما الإشباع فآذوهما فإن تابع ما زاد على الأربع فما فوق. وغير ورش قرأ بالقصر فقط ما بعد همز ثابت مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. أما نحن فنقرأ بوجه التوسط
وهو الذي ذكره ابن بري رحمه الله في الدري، دري اللوامع، وبعدها ثبت وتغيرت فقصروا عن ورش التوسط وثبت ما لم تكن لم تكن ذات الثقل بعد صحيح الساكن متصلي، فإنه يقصر في القرآن مستثنيات ورش المعروفة من وجوه البدل رحم السلام فقس والله معاني، ويا إسرائيل لا تقصرها صحيح عند أهل مصر، عند أهل مصري، ويا إسرائيل أيضا من المستثنيات من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة، تمكن القراءة بمدها مدها بدلا مثلا، يعني عن الهمزة وجوه البدل تنطبق عليها، أو يمكن قراءة هذه الهمزة إسرائيل بأوجوه البدل من طريق الطيبة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا، فآذوهما فإن تابا وأصلحا. كذلك أصلحا، وأصلحا انفرد ورش بقراءة تغليظ اللام بشروطه المعروفة، قال ورش فتح اللام يلي طاء وواء ولصاد مهملي إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات والخلو في طالة وفي صلاة في ذوات الياين أما لا في اللي يسكن عند الوقت. فورش انفرد بتغليظ اللام مع توفر الشروط كانفراده بترقيق الراء أيضا مع توفر شروطها. فقرأ فإن تابا وأصلحا، وأصلحا غيره قرأ وأصلح وأصلح، فإن تابا وأصلح وأصلح فأعرض عنهما. فأعرض هنا فأعرض إذا وقفنا عليها وكنا نقرأ بقراءة حمزة، فالهمزة فيها وجهان، إما أن نقرأ بالتسهيل أو التحقيق، وما في ألفا واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمل كماها ويا والباء ونحوها ولا ما تعريف لمن قد تأمل. فأعرض عنهما إن الله، كذلك أيضا عنهما إن الله كان توابا رحيما المد المفصل، وتكلمنا عليه في بداية الكلام عن الآيات عند قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فقلنا إن المد المفصل قرئ بالقصر قولا واحدا لابن كثير وللسوسي، وبالوجهين لقالون عن نافع والدوري عن أبي عمرو، والباقون لهم المد. فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ونرجع لقراءة هذه الآيات برواية ورش من طريق الأزرق. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
إن الله كان توابا رحيما. وهنا يتوفاهن الموت التقليل لورش التقليل لورش حتى يتوفاهن، والإمالة تكون كبرى وتكون صغرى، فالصغرى هي التي بين الفتح والتقليل، يعني ليست فتحا خالصا، وكذلك أيضا ليست إمالة كبرى. والإمالة الكبرى هي المسماة أيضا بالإضجاع، وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الأي لإتباع كما يقول ابن بري. أما الصغرى أو الإمالة بين هي التي تكون بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، حتى يتوفاهن الموت، فلم نفتح فتحا خالصا ولم نمل أيضا إمالة خالصة. أما الإمالة الخالصة وهي الإمالة الكبرى وهي الإضجاع، حتى يتوفاهن الموت. وسبق وأن نبهنا وننبه أيضا عليها، فلا ينبغي أيضا لا ينبغي أن نكسر الحرف مثلا حتى يتوفاهن الموت، والتقليل حتى يتوفاهن الموت. أما الفتح فهو واضح، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ورجوعا قليلا على هذه الكلمة، فواللذان تقرأ لابن كثير قلنا بالتشديد، وإذا شددت لا بد من إشباع المد، لأن واللذان لا داعي المد لأن النون مخففة، ومما هو معلوم أن التشديد من أسباب المد. وما جاءك حاد والدواب مضامة، فإذا شدد الحرف لا بد من إشباع المد قبله. فصار ابن كثير يقرأ هذه الكلمة واللذان يأتيانها منكم لتشديده للنون مد، فتسبب التشديد في المد المشبع. واللذان يأتيانها منكم، أما غيره فقرأ واللذان يأتيانها ويأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الآيات، كما أن أيضا الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. باسمكم أعزائنا المشاهدين أشكر كل من شارك في إنجاز هذه الحلقة، كما أشكركم على حسن المتابعة، وإلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. من جرو الصل ملح لا بد أن من يندالو ولي شاشط الله أضرب ما ولا يجنجي إن شاء الله في المعين دالو منه ملي اللي ليه يجنجي لا نجرو له منه ذاك لا بد دالو منه أدل بد دالو من الملح. والشروط هذا ما هو الحرول، لا شروط شروطات عندنا إحنا أصلاً خاصي اللي هو الكمون هذا عندنا ينحرز قا وملي فنقجي ملي لا ينحرز أصلاً يأخذ منه من لا من التسوين الجذاك يأخذه ملي منه حب عين وزين رائحة الطعام تقول نجرو الله إلا وله شيء بين. تعرف ولاتة بمطبخها الشهير، وهذه أحد أكثر الوجبات الولاتية شعبية. المون هكذا يطلقون عليها هنا. يتطلب إعداد هذه الوجبة كثيرا من المهارة واتباع خطوات محددة، وأي خطأ قد يؤدي إلى إفساد الطعم، وهو خطأ لا يغتفر بالنسبة للولاتيين. أنا بدأنا عدل شو قال للمو وجبة تقليدية
ما بقولش قالوا متري وقال من هنا ذاك.